السلام عليكم. المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدين بشدة سلسلة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون على العديد من المناطق السكنية والأسواق في مدينة تعز. المتحدثة باسم المفوضية في جنيف رفعينا شمدساني قالت إن العديد من الأسواق تعرضت للقصف، فيما كانت مكتظة بالناس الذين كانوا يتسوقون لشراء احتياجاتهم خلال شهر رمضان. وأضافت في حديثها للصحافة أن القصف انطلق من تلة في الجزء الشرقي من مدينة تعز، والتي تسيطر عليها حاليا اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وهذا تحديد واضح لمصدر القصف الذي تسبب في إنهاء حياة المدنيين. هذا الخطاب بحسب مهتمين بالشأن الإنساني والمدني اتسم بالقدر الجيد من الوضوح في الانحياز الإنساني للضحايا، كما هي قيم الأمم المتحدة، وهي إشارة إلى أن المفوضية الأممية بدأت تستقي معلوماتها من الميدان، وخصوصا فيما يتعلق بتحديد الزمان والمكان بحسب متابعين. ما يمكن أن يعتبر تطورا في خطاب المفوضية يطرح أسئلة ملحة: هل تغيرت مصادر تلقي معلومات المفوضية بعد الضغط الشعبي المنادي بقيامها بواجبها تجاه تعز؟ وماذا عن دلالة توقيت الإدانة وحساسيتها بالتزامن مع مشاورات السلام في الكويت؟ وماذا بعد هذه الإدانة الواضحة لميليشيا الحوثي والمخلوع على تعز من قبل المفوضية؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. في تطور لافت لموقف الأمم المتحدة تجاه الأحداث في اليمن، بيان صريح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يشير إلى القتلة في مجزرة الباب الكبير بتعز وينحاز للضحايا، حيث أدانت بشدة سلسلة الهجمات الصاروخية وقذائف الهاون على المناطق السكنية والأسواق في مدينة تعز. المتحدثة باسم المفوضية أشارت إلى أنه ووفقا لعدة ضحايا أصيبوا خلال هجوم وقع بالقرب من سوق ديلوكس في 3 يونيو، انطلق القصف من تلة في الجزء الشرقي من مدينة تعز، والذي تسيطر عليه حاليا اللجان الشعبية التابعة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. هكذا تؤكد المتحدثة: الجريمة معلنة ومرتكبها معلوم، وتكشف عن مأساة تعز المدينة المستهدفة من قبل الميليشيا، لتتضح الصورة بجلاء أمام العالم، لكنها تغيب عن المنظمات المحلية المتواطئة مع الميليشيا. فتعز المدينة التي تشهد أعنف قصف وحشي يطال المدنيين من قبل التحالف الانقلابي، يقابله صمت خفيف من المنظمات الناشطة في الرصد الحقوقي والتي تحظى برضا الميليشيا. فجاء بيان المفوضية فصل القول منحازا للحقيقة وحدها وللضحايا، بعد اتهامات كثيرة لمدير مكتبها بالتواطؤ مع الحوثيين والتنديد بالموقف المتخاذل من الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية من جرائم الميليشيا ضد المدنيين. وقريبا من ذلك، يرى البعض أن الإدانة قد تمثل إدانة سياسية على صعيد المشاورات، خصوصا بعد توقف طلعات طيران التحالف والتزام المقاومة بالهدنة، بالإشارة إلى عرقلة سير المشاورات مرة تلو الأخرى من قبل وفد الميليشيا. إذن مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي في أو عبر السكايب براء شيبان، الباحث في مجال حقوق الإنسان، معنا عبر السكايب من لندن. أهلا بك أستاذ البراء. أهلا وسهلا بك وبمشاهدينا الكرام، حياكم الله. أستاذ البراء، يعني هذا البيان من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أدان بشدة هذه سلسلة الهجمات الصاروخية على الأسواق والأحياء السكنية، هل تتفق في معني مع من يقولون أن المفوضية انحازت أخيرا إلى الإنسان اليمني في تعز بشكل عام، بشكل خاص، وفي اليمن بشكل عام؟ طبعا اصلا خلينا نبدا من آلية عمل المفوضية. للاسف الشديد انا لا اعتقد ان هذا البيان جاء بعد ضغط شديد جاء من بسبب التغطية الإعلامية الكبيرة التي حدثت فيما يتعلق بمحافظة تعز، كسر الهدنة المتكرر. نذكر ان هذا ليس اول خرق للهدنة، هذا كان بعد تقريبا 7 أسابيع من كسر الهدنة، وغيرها من الامور التي توافق وادت الى ان المفوضية تصدر مثل هذا البيان. النقطة الثانية، المفوضية نفسها كانت تحت ضغط شديد كون انه وجهت لها اتهامات صريحة حقيقة من الحكومة اليمنية،
أن المفوضية تتعامل مع ميليشيا الحوثي كونها حكومة فعلية على الأرض وتخاطبهم كحكومة، بينما مبادئ وميثاق الأمم المتحدة يحرم على مؤسسات الأمم المتحدة التعامل مع الميليشيات، فهو لا يتعامل إلا مع أجهزة الدولة النظامية. فهذه الاتهامات التي وجهت الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد الآن في جنيف، كل هذه الظروف كانت مواتية لإصدار مثل هذا البيان. شخصيا أنا لا أعتقد أنه سيعقبها تغيير جوهري، بسبب أن طبيعة المدخلات لطريقة عمل المفوضية لم تتغير. ما زال المكتب المفوضية يعمل من داخل صنعاء، معناته أنه يستقي معلوماته من الأطراف التي تحكم داخل صنعاء بشكل كبير، ولا أقول أنه 100% يستقي معلوماته من قبل جماعة الحوثي. يخاطب جماعة الحوثي، وقد رأينا المذكرة التي تخاطب جماعة الحوثي ككونها القائم بأعمال وزارة الخارجية على سبيل المثال. النقطة الثانية، المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، تحديدا محافظة عدن، لا زالت لم يعمل فيها المكتبة المفوضية، وعلى الأقل خلينا نحسن الظن ليست آمنة بالقدر الكافي لكي تعمل فيها مؤسسات الأمم المتحدة. طيب، يعني هذا البيان إذا ما جئنا له كحالة خاصة في هذه، يعني أو كبيان، جاء في وقت كما تحدث هناك ضغط كبير من قبل المجتمع المدني بشكل عام في اليمن حول أداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة بشكل عام في اليمن. كيف وجدت البيان بشكل عام؟ طبعا البيان واضح، البيان هو تحدث مثل ما هو المفترض أن يكون أي بيان حقوقي. طبعا هذا ليس تقرير، هذا هو فقط بيان، وأنا يجب أن ننوه إلى هذه ما الفرق بين كونه بيان وليس تقرير؟ البيان هو شيء مبدئي، التقرير هو الذي يدخل في الدورة النصفية لمجلس حقوق الإنسان. البيان هي إدانة، ولكن يجب أن يتبع هذا الإدانة تحقيق وتتبعها بعض الإجراءات لكي تمارس مزيد من الضغط، خلينا نقول حتى ولو على المستوى الإعلامي من قبل مؤسسة الأمم المتحدة على جماعة الحوثي. التقارير المختلفة هي لا زالت كسابقاتها، وقد أعتقد قد أنتم قد تناولتم في حلقات سابقة تقارير الأمم المتحدة وكيفية عملها. لكن نحن نقول أن هذا البيان هو الآن شيء مبدئي، ونتمنى أن تعقبه خطوات. وهنا ما نتمنى، لأننا للأسف الشديد يصدر بيان ثم لا يتبعه أي خطوات. يجب على الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان أن تتبع هذا البيان بضغط حقيقي على المفوضية، أننا نريد تحقيق أو تقرير فيما يتعلق بالانتهاكات التي صدرت بحق تعز، خصوصا كون أنها تواجه إشكالية من نوع خاص أو من نوع معين، مثلما ذكر البيان. نعم، طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء. ينضم إلينا الآن توفيق الشعبي، المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني، معنا عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ توفيق. يا مساء النور أستاذ توفيق. يعني هذا البيان كما تفضل الأستاذ البراء بالقول هو خطوة أولية أو مبدئية على صعيد تكوين تقرير في ما سيأتي. كثيرين يعتقدون أن هذا مثل نقطة أو تطورا لافتا في أداء الأمم المتحدة، كان رأي الأستاذ براء مغايرا إلى حد ما. أنت برأيك ما أهمية هذا البيان الذي جاءت به المفوضية السامية؟ بغض النظر عن رأينا في البيان، معنا هذا واجب لابد أن تقوم فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في هذه المحافظة. البيان كان رائعا أو كان جيدا في إشارته الواضحة لمرتكبي هذه الانتهاكات، ومثل بالفعل نقلة نوعية في تعامل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع ما يرتكب من انتهاكات في تعز بصفة مستمرة، كون التقارير السابقة للمفوضية خلت من الإشارة إلى تعز أو إلى ما يتعرض له المدنيون من انتهاكات في هذه المحافظة. هذا تجاوب جيد، يجب أن نشجع في هذا الاتجاه، ويجب على كافة المنظمات الحقوقية والراصدين والناشطين
أن يسعوا إلى ضخ المعلومات والتوثيقات التي لديهم لرفض مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف أو في اليمن بكل ما يؤكد ويثبت الانتهاكات، ليس فقط خلال هذا الأسبوع الذي أو الثلاث الأيام التي تحدث عنها البيان، وإنما ما ارتكب من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين وبحق هذه المدينة منذ سنة وشهرين وأكثر، ليتسنى طرح الحقائق والتوضيح للعالم ما يرتكب بحق المدنيين في من جرائم. يعني هل ترى أنه أن هذا البيان يمثل يعني إشارة كافية أو إدانة كافية لما يحدث من انتهاكات في مدينة تعز بشكل عام، أم أنه بادرة أمل جيدة فقط؟ نحن نقول أن التجاوب أو الالتفاتة التي وردت في البيان جيدة، ويجب أن ونرحب بهذا التجاوب، ولكن لا يكفي البيانات فقط ولا يكفي الإدانات فقط، لابد أن يلحق ذلك خطوات واقعية ملموسة على الأرض وعلى الواقع تجاه مرتكبي هذه الانتهاكات، بما يحقق الحماية المكفولة واللازمة للمدنيين التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة وأقرتها المواثيق الدولية. مثل ماذا أستاذ توفيق؟ يعد من صميم عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن توصل صوت الضحايا المدنيين وأن توصل تقاريرها وأن تضع لمجلس الأمن وللأمم المتحدة من أجل الإسراع بملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، ليحدوا مما يرتكبوه من جرائم بشكل يومي ومستمر في هذه المدينة. طيب إذا ما تحدثنا على أن هذا البيان جاء في يعني بتزامنا مع مشاورات الكويت، هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات في هذه المشاورات، وهناك حالة مما يصفه الكثير من المتابعون من التدليل للميليشيا. هذا البيان الذي جاء الآن هل يمثل ورقة ضاغطة على وفد الانقلابيين في هذه المشاورات من وجهة نظرك أستاذ توفيق؟ يعني تدعم الموقف الخاص بالحكومة وتوضح أكثر من يقوم بعرقلة هذه المشاورات في الكويت؟ يجب يا عزيزي أن ندرك أن نفصل ما بين المشاورات السياسية وما بين الجانب الحقوقي والانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ولا تستخدم كورقة من أجل تحقيق الجانب السياسي. هذه انتهاكات وهذه جرائم وهذه انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، لابد في أي وضع كان، سواء واصلت المشاورات اللي في الكويت نجاحها وتقدمها أو تعثرت، هذه جرائم لابد أن توثق وأن يحاسب ويعاقب مرتكبيها، ويجب ألا تخضع دماء الناس وأرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم للمساومة السياسية أو للمقايضة السياسية. هذه جرائم، نحن كناشطين وكحقوقيين نطالب بسرعة ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. الجهات الرسمية التي يخولها القانون عملية مباشرة الملاحقة وتقديم الشكاوي أصبحت في اليمن الأجهزة القضائية تحت سلطة الانقلابيين، وبالتالي لدينا اللجنة الوطنية للتحقيق المستقلة التي شكلت بقرار أيدت شكلت كانت بموافقة الجميع وأيدت بقرارة مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيتها بانتهاكات 2011 وما تلتها من انتهاكات، لابد أن تباشر عملها في التحقيق وفي التوثيق والتحقيق في هذه الجرائم ورفع تقاريرها. طيب وسواء ميدانيا أستاذ توفيق، الجهات الدولية والجهات المعنية من أجل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الدولي وأمام الجهات الدولية المختصة قضائيا وجنائيا. للبناء على هذا التقرير أستاذ توفيق ميدانيا بشكل ميداني، ما هي الخطوات اللازمة التي يجب عملها الآن كخطوات لاحقة لهذا البيان ميدانيا أتحدث؟ هذا لابد أن تبادر الجهات الحقوقية ووزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية والمنظمات المجتمع المدني إلى رفع وإيصال كافة التوثيقات والأدلة التي تؤكد ارتكاب هذه الجرائم وهذه الانتهاكات بحق المدنيين من قبل مسلح الحوثي وقوات الصالح المنشقة والمستمر إلى اليوم،
والمستمر على هذه المدينة إلى اليوم، ليس في هذا الجانب فقط، وإنما هناك ما يتعلق بجرائم تفجير المنازل، استمرار الحصار، منع وصول الأدوية، الاعتقالات، الاختفاء القسري. أن تبادر إلى ضخ هذه المعلومات وإعدادها ضمن فريق قانوني متخصص بإشراف حكومي، وإضافة إلى عمل الجهات المدنية، وإيصاله إلى كافة الهيئات الدولية والإقليمية، لجنة حقوق الإنسان في الجامعة لا. العربية، المنظمات المعنية إقليميا ودوليا، إلى مجلس الأمن، إلى كل الجهات المعنية بهذا الموضوع، من أجل أن يتم تحريك هذه الملفات قضائيا أمام القضاء الجنائي الدولي لمعاقبة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، كونها جرائم مستمرة ومثلت انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني. المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني الأستاذ توفيق الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أعود بسؤال إلى الأستاذ البراء شيبان. أستاذ البراء، يعني فيما يتعلق بالآلية التي تستقي بها الأمم المتحدة ومفوضية حقوق المفوضية السامية لحقوق الإنسان معلوماتها بخصوص الانتهاكات التي تحدث في اليمن، هل يمثل هذا البيان تغيرا في نوعية الجهات التي يعني تعتمد عليها المفوضية في البناء على المعلومات التي تقدمها، سواء في بيانات الإدانة أو في التقارير بشكل عام؟ بالنسبة لهذا البيان، أنا أعتقد أنه بسبب، مرة أخرى، بسبب الضغط الإعلامي الكبير الذي حدث، وكان هناك استياء كبير واتهام واضح من قبل الحكومة اليمنية للمفوضية، اضطرها إلى إصدار مثل هذا البيان، رغم أن الانتهاكات هي أصلا لم تتوقف منذ اليوم الأول. أنا لا أعتقد أن طبيعة المعلومات التي أو الطريقة التي تعمل فيها المفوضية سوف تتغير جذريا حقيقة، لأن المفوضية مثل ما ذكرت سابقا لا زالت تعمل من داخل صنعاء. هو ببساطة يعني أي مكتب حقوقي، منظمة أو المفوضية أو أي جهة، هي تعتمد على راصدين، وهنا يعتمد على من هم الراصدين الذين يعملوا لدى الأمم المتحدة داخل محافظة تعز. على آخر مرة أنا كنت في اتصال مع الشباب داخل محافظة تعز، تقريبا لا يوجد أي راصد داخل محافظة تعز، تعتمد فقط على ما يأتيها من داخل صنعاء. بعض الأحيان يقوم مكتب المفوضية بالاتصال ببعض الجهات داخل محافظة تعز. التبرير طبعا أن الوضع الأمني لا يسمح، وأن ظرف حرب. النقطة الثانية التي هي مهمة، أنه استمرار حالة الحرب داخل تعز يغطي على كثير من الجرائم، لأنه كثير من الانتهاكات تحدث تحت مبرر أن هناك اشتباكات ما بين أطراف متصارعة. إذا لم يتم، وأنا هناك أكون صريح للغاية، إذا لم يتم تحرير تعز سوف تظل هذه الانتهاكات تغطى أو تلحف بشماعة أن هذه حرب، وهذا صراع مسلح ما بين أطراف مسلحة. الآن الضحايا المدنيين الذين يسقطوا تقريبا يوميا داخل محافظة تعز هم يدفعوا ثمن باهظ لهذه الحرب، ونعتقد للأسف أنه سوف يكون هناك تغير، وأنا لا أرى أن هذا التغير سيحدث في أي وقت قريب. يعني أن تشير أستاذ البراء أن يعني المنظمات الحقوقية ستظل، أو المنظمات المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة ستظل تعتمد بمعلومات التي تبني عليها تقاريرها على ممثليها في صنعاء، وعلى من يعني يتواصلون بهم حتى لو استمرت هذه الحرب، وأنهم سيظلون يوصفون هذه أو الأطراف يعني ما يحدث في البلد على أنه بين أطراف متصارعة إلا إذا تم الحل عسكريا. نعم، دعني أقرب المسألة للمشاهد الكريم. جمال بن عمر، رغم أنه كان يتواجد له انتقادات كثيرة، جمال بن عمر كل بياناته كانت أقوى بكثير من كل بيانات المفوض الحالي إسماعيل ولد الشيخ. كون أنه كان لديه شخص حقوقي يعمل من داخل صنعاء، وكان يطلع أولا بأول. على سبيل المثال، عندما حدثت بعض الانتهاكات داخل محافظة عمران أشاروا إليها بشكل واضح. المفوضية أيضا عندما كانت تحت سلطة الدولة، تحت سلطة الحكومة، كانت بياناتها أفضل بكثير. السبب أن المكتب وفريق جمال بن عمر كان متواجد في ظرف يسمح له بالعمل بهذه الأريحية. الآن الوضع الحالي، بسبب أنها وضع صراع، وضع حرب،
المكتب لا يسمح، يعني لا يستطيع العمل إلا وفق ما متاح له من معلومات، وهذا للأسف يعني أن الراصدين هم فقط في المناطق التي للأسف فقط يسيطر عليها جماعة الحوثي. حتى يتم فتح مكتب للمفوضية السامية داخل عدن ثم استقاء معلوماتها بطريقة مماثلة لما يحدث داخل صنعاء، لن نشهد هذا التغيير الجوهري أو الجذري الذي يطمع إليه الناس. النقطة الثانية التي هي مهمة، نحن الآن نعيش في وضع أزمة تعصف بالأمم المتحدة، وهي أزمة للأسف يعني كان من سوء حظنا اليمنيين أن نقع في هذا الصراع في هذا الظرف الذي تمر به الأمم المتحدة. على سبيل المثال ما يحدث الآن داخل سوريا، الأمم المتحدة يعني داخل مأزق كبير، أنها لا تستطيع حتى أن تفرض وقف النزيف الذي مستمر داخل سوريا. ما أراه أنا أن اليمن سوف يتجه بنفس المسار، ونحن نعول ونطمح أنه أن الأمم المتحدة سوف تتخذ أو تتخذ أي إجراء، وهو حقيقة هي في أزمة أصلا حقيقية لم تستطع أن تحل مشاكل سابقة حتى تقدم الآن. نعم أستاذ البراء، طيب يعني في هذه الحالة عندما كنا نتحدث على موضوع فتح تمثيل، أو بما أن المفوضية لها ممثل في صنعاء فستضطر بشكل أو بآخر إلى التعامل مع هذا المكتب وهناك ضغوط تمارس عليها، هل يمثل مثلا فتح مكتب آخر لها سواء في تعز أو في عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة والمحررة والتي تشهد وجود الحكومة بهذه الأوقات، هل سيمثل ذلك نوعا من الانفراج ونوعا من الجو الصحي للعمل بالنسبة لهذه المنظمات؟ هو سوف يعطي نوع من التوازن الكبير، سوف نشهد أن هناك معلومات تستقي معلوماتها من جهات أخرى لم تكن تستطيع الوصول إليها، سوف يتم الوصول إلى كثير من المناطق التي عانت في فترات سابقة تحديداً محافظة عدن. وهنا أود الإشارة، إذا رجع أي أحد إلى تقارير الأمم المتحدة والمفوضية تحديداً فيما يتعلق بمحافظة عدن، سترى أن عدن تقريباً لا يكاد أن يكون لها أي ذكر، مع أن الجرائم التي ارتكبت داخل محافظة عدن كبيرة جداً وشنيعة جداً. ويعني أنا أعتقد هذا سوف يمثل نوع من التوازن إلى حد كبير، ولكن مثل ما ذكرت ما دام أن الطريقة التي تستقي بها هذه المنظمات هي نفس الطريقة، لا أعتقد أن هذا سيكون يعني تغيير جوهري أو تغيير جذري. هذا مرة أخرى أنا أذكر، هذا مجرد بيان ليس تقرير صادر عن الأمم المتحدة. طيب ما الذي يمكن البناء عليه بهذا البيان، أو ما هي الاستفادة التي يمكن الاستفادة أو يعني يمكن العمل عليها والبناء عليها بالنسبة للناشطين سواء في مجال حقوق الإنسان اليمنيين أو بالنسبة للحكومة الشرعية؟ يعني ما تستطيع أن تستخدمه الناشطين حقوق الإنسان، هم يستطيعوا مثلا على سبيل المثال أخذ هذا البيان والضغط فيه على المؤسسة الأممية داخل جنيف أثناء انعقاد الآن هذا جلسة مجلس حقوق الإنسان على سبيل المثال. تستطيع الضغط باتجاهه بأن يدرج ضمن الانتهاكات التي ترصدها اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وممكن أن تكون هذه البيانات في المستقبل إذا كان هناك قرار من مجلس الأمن قادم، أنا أستبعد أن يكون في الوقت القريب، ولكن إذا كان هناك قرار قادم تستطيع الاستفادة من هذه البيانات في إدانة أطراف واضحة قامت بمثل هذه الانتهاكات. وفي هذا الظرف أشار البيان بشكل واضح إلى ميليشيات الحوثي والقوات المالية لصالح. نعم طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء. نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نكمل الحوار في حلقة اليوم، ابقوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى سيد البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان معنا عبر السكايب من لندن. أستاذ البراء، يعني تم التوضيح من قبلك أن هذا فقط بيان، طيب قانونيا ما هي تداعيات هذا البيان؟ كيف سينعكس أكثر على إنصاف الضحايا بشكل أو بآخر؟ نعم هذا سؤال جيد. حقيقة نحن من الناحية القانونية لازالت اليمن بعيدة فيما يتعلق بأي فرصة لملاحقة منتهكي حقوق الإنسان من أي طرف كان.
السبب الرئيسي ان الـ ان الـ اولا قرارات مجلس حقوق الانسان تحديدا هي قرارات غير ملزمه. النقطه الثانيه، اليمن ليست موقعه على ميثاق روما فيما يتعلق بمحكمه الجنايات الدوليه، معنى انه من يقوم بالانتهاكات داخل الاراضي اليمنيه لا يمكن لمحكمه الجنايات والمحكمه الدوليه ان تحقق في هذه الانتهاكات. النقطة الثالثة أن مجلس الأمن لم يصدر أي قرار فيما يتعلق بإحالة أشخاص معينين إلى محكمة الجنايات الدولية. النقطة الرابعة والأخيرة هي أن الظرف القانوني والظرف القضائي داخل اليمن في وضع متردي للغاية، ونحن نعيش حالة انهيار للدولة، انهيار لمؤسسات الدولة كلها بما في ذلك الأجهزة القضائية. معناته انه سوف يصعب في الفتره القريبه ملاحقه اي من منتهكي حقوق الانسان. لكن على المدى الطويل انا اعتقد ان لدينا تراكمات فيما يتعلق بالعمل المدني والعمل الحقوقي سوف تسمح في المستقبل من ايجاد صيغه على الاقل عداله انتقاليه تنصف الى حد كبير الضحايا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ البراء. ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي معنا عبر الهاتف من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور أخي، أهلا بك أستاذ عبد الهادي. كان البيان واضح وصريح بشأن جرائم الانقلاب، خاصة الجرائم الأخيرة في الأسواق الشعبية. طيب هل يعكس هذا حضور مأساة المدنيين في تعز بداخل الرأي العام الإنساني بشكل عام بالنسبة لليمن من وجهة نظرك؟ أعتقد أن البيان كان متأخرا جدا. هذه المجازر مستمرة منذ العام الماضي، منذ سنة وثلاثة أشهر. القذائف تستهدف جور المساكن المدنيين، استهدفت الأسواق الشعبية أكثر من مرة، استهدفت أماكن الحركة العامة، مراكز حركة المواصلات. أيضا المدينة داخل حصار، ما لم يستطع أن يستوعبه مكتب الأمم المتحدة المتخذ من صنعاء مقرا له، ومتخذ من مجموعة من المنظمات أدوات لجمع المعلومات. مشكلة مكتب الأمم المتحدة في أدوات جمع المعلومات لديه، لأول مرة يتحرك باتجاه مدينة تعز. بالتالي هذه المجزرة بفعل الضغط وبفعل الضغط الذي نتج عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لاستيحاء لإدخاله التحالف ضمن ظاهرته بالقائمة السوداء. طيب هل هذا برأيك البيان سيسهم بشكل أو بآخر في التخفيف من وطأة القصف الذي تقوم به ميليشيات الحوثي؟ هل يعني سيضغط عليهم بشكل أو بآخر، ممكن أن تمارس عليهم ضغوط لتخفيف الضغط أو القصف على مدينة تعز؟ الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة مع الأسف الشديد تتجه إلى الحكومة والمقاومة، ولأول مرة تدين جماعة الحوثي. أعتقد أننا نحتاج إلى مواقف أقوى من قبل الأمم المتحدة ومن بقية المنظمات. هناك جرائم حرب ترتكب، استهداف المستشفيات، استهداف دور العبادة، استهداف الأسواق العامة، استهداف المواطنين وحالة الحصار. هذه جرائم مجرمة في القانون الدولي، وبالتالي التركيز على فقرة واحدة يجب أن تتبعها خطوات. على الأقل يجب أن يكون هناك ممثلا مقيم للأمم المتحدة في المدينة بدلا من المكتب الذي يتخذه مقرا في صنعاء، ويجب تنشيط بقية المكاتب في أماكن المواجهات. هناك جرائم ترتكب بالجملة، ومع ذلك يبرر البعض أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تمارس ضغوط على الحوثيين باعتبار أن هؤلاء ليست لهم شبكة مصالح خارجية، وهناك قرار قد أدان الجميع. هناك طرفين في الانقلاب، هم كل من الحوثي، ميليشيا الحوثي وصالح، فإذا توزعت هذه الضغوط على الطرفين سوف تؤدي فعلا إلى عملية حيادية وحماية المدنيين على الأقل.
طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الهادي. أعود إلى الأستاذ البراء شيبان. من النقطة التي تحدث بها الأستاذ عبد الهادي أن هذا البيان جاء متأخرا، وأنت قلت أستاذ البراء أن ما تشير إليه الأمم المتحدة بالعادة ليس ملزم. طيب يعني لماذا أولا تأخرت الإدانة من قبل الأمم المتحدة؟ هل هناك من أسباب يمكن أن تدخل في جانب التواطؤ إلى حد ما ما بين الأمم المتحدة والحوثيين؟ والجانب الآخر من السؤال يتحدث عن ما أهمية هكذا قرارات إذا أو بيانات إذا كانت غير ملزمة في نهاية المطاف؟ نعم، بس للتوضيح أنا قلت قرارات مجلس حقوق الإنسان هي غير ملزمة. يعني هي قرارات تظل قرارات ولكن هذا الطبيعة غير إلزامية كقرارات مجلس حقوق الإنسان. ولكن هذه البيانات مثل ما ذكرت يمكن استخدامها في إدراج في مثلا استصدار تقرير من قبل الأمم المتحدة إذا كان هناك في المستقبل على سبيل المثال قرار من مجلس الأمن. تجميع مثل هذه البيانات يكون مفيد جدا على سبيل المثال. النقطة المهمة هي أن الحكومة اليمنية عليها وجوبا أن تتصرف كحكومة، لن تقوم الأمم المتحدة بمهام الحكومة اليمنية. الحكومة اليمنية هي المسؤولة الأول عن حماية المدنيين، هي المسؤولة الأول عن التحقيق في مثل هذه الانتهاكات، هي المسؤولة الأول بعد ذلك بملاحقة هؤلاء الجنائم. ثم بعد يأتي بعد ذلك دور المنظمات كمكمل للدور الحكومي. أما أننا ننتظر أن تكون المنظمات هي البديل للحكومة، هذا لن يكون. يعني أنا أقول للأسف الشديد. طيب الآن هناك كان يعني نوع من التوقيت لهذه الإدانة، هناك من يتحدث عن أبعاد سياسية لهذه الإدانة أو قد تستفاد منها سياسيا في وجود مشاورات في الكويت، هل برأيك هذا الطرح معقول؟ طبعا للأسف الشديد أنا أقول أنه هناك جزء كبير من الحكومة اليمنية ينتظر مثل هذه الإدانات ليستخدمها كورقة سياسية، لا ينظر إلى المواطنين المدنيين كونهم ضحايا وأن هذه انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتوقف بغض النظر أن استمرت مفاوضات الكويت أم لم تستمر مفاوضات الكويت. عملية حماية المدنيين يجب أن تكون هي الأولوية لدى الحكومة اليمنية وليس كاستخدامها كورقة ضغط أو إبرازها أن جماعة الحوثي تنتهك حقوق الإنسان فنطلب من المجتمع الدولي أن يمارس ضغط أكبر مثلا على الرئيس السابق صالح أو على جماعة الحوثيين. أنا أقول جماعة الحوثيين صدر بحقهم قرارات أممية، قرارات من مجلس الأمن، ومع ذلك لم يلتزموا. السبب بكل بساطة أن جماعة الحوثي لا تعترف أصلا بهذه القرارات ولا تعترف بمقررات الأمم المتحدة. هذا ما يجب أن يدركه المواطن اليمني، يجب أن ما تدركه الحكومة اليمنية. من هو المسؤول عن تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن؟ هي الحكومة اليمنية إلزاما. ثم يأتي بعد ذلك دور المجتمع الدولي كأنه يضفي الشرعية أو يكمل الدور الحكومي. طيب دعنا نعود إلى الأستاذ عبد الهادي العزعزي معنا من تعز. أستاذ عبد الهادي، يعني هذه الالتفاتة المتأخرة من قبل المفوضية هل سيكون لها مردود إيجابي على المستوى النفسي بالنسبة للمواطنين؟ أن هناك بالأخير من يرصد ومن يوثق ومن يعني يدين هذه الجرائم التي تتم بحقه. بالنسبة للرصد والتوثيق، الرصد والتوثيق قائم منذ اليوم الأول، منذ المظاهرات التي حدثت قبل سنة وثلاثة أشهر وتم مواجهتها بالقوة العسكرية لجماعة الانقلاب ثم ما تلاها. في تعز هناك حوالي 3500 قتيل وأكثر من 10,000 جريح، هنالك نسب محددة في التقارير الصادرة، هناك أكثر من 2000 منزل للمواطنين تم تدميرها أو تفجيرها، هناك ما يزيد على 160 منشأة حكومية دمرت. هذه المناطق أو هناك مناطق أصبحت مناطق مدمرة أو أقوام من الركام. كل هذه المسائل على الحكومة أن تشكل فريق لحصر هذه الأضرار وحصر الانتهاكات التي حدثت، وبالتالي من السهل جدا مقاضاة هذه الجماعة دوليا. لكن عدم التحرك وترك المسألة للتوثيق لمنظمات أهلية هذا هو المعيب، إنما القرار ربما أوجد نوعا من الارتياح النفسي على اعتبار أن هنالك قرار
في حين كانت قد صدر تقرير عن العفو الدولية والهيومان رايتس. العفو الدولية في تقريرها قالت لا تعرف مصدر القذائف التي تسقط على المواطنين، وهي تدرك تمام الإدراك أن المقاومة كانت لا تمتلك أي من السلاح الثقيل، وكانت تقاتل بسلاح متوسط وخفيف، في حين كانت جماعات الانقلاب هي من تملك السلاح الثقيل. فهناك حالة من الازدواج حتى في المنظمات الدولية والمنظمات المحلية، أغلبها تشتغل كغطاء لجماعة الانقلاب تحديدا. طيب الآن هناك يعني هذا الحدث تزامن مع وجود المشاورات السياسية كما سألت الأستاذ البراشي بنك قبل قليل، وهو يعني أدان عملية الاستغلال السياسي لهكذا بيانات يعني بحكم أن الحكومة يجب أن تهتم بحماية المدنيين بشكل أساسي. أنت ما رأيك، ما وجهة نظرك حول ذلك؟ بالنسبة للاستخدام، من السهل استخدام أي شيء في مسألة المفاوضات كأدوات ضغط، لكن هذه العملية جرائم، والجريمة عادة ما تكون لها أركان ولها أطراف، وبالتالي لا، ما يهم الضحايا أكثر هو هل سوف يتم مقاضاة هذه الأطراف أم سوف نصل إلى ما يسمى بتوافق سياسي ثم حكومة وحدة كما يطرحون، حكومة وحدة وطنية، وبالتالي هؤلاء الضحايا وهذه المناطق المدمرة والمدن تذهب هباء وتذهب ضمن عملية صفقات سياسية. هذا ما لا يمكن أن يقبله الناس، ولا يمكن أن تقبله المقاومة على الأرض أيضا، باعتبار أن الضحايا هم سكان ومواطنين، فبالتالي مسألة إنصافهم إذا كانت سوف تصرح لعدالة انتقالية، أعتقد أن هذا كلام يكون كلاما هراء إذا لم يتم تجريم هذه الجماعة كمنظمة إرهابية باعتبار أنها قائمة على مبدأ العنف والقوة. هذه الجماعة لا تختلف عن جيش الميجي في اليابان، ولا تختلف أيضا عن جيش الرب الذي كان مكونا في أوغندا أثناء فترة حكم عيدي أمين لأوغندا، وبالتالي هذه منظمات إرهابية أشبه بجماعة الخمير الحمر وبقية الجماعات الإرهابية المصنفة في العالم. وبالتالي يجب أن يكون للحكومة موقف، والمتفاوضين أيضا موقف، وللقوى المحلية موقف واضح من هذه الجماعات. طيب بسؤال أخير أستاذ عبد الهادي، يعني في حال استمرت يعني هذه الجرائم بحق المدنيين، هناك تكلفة تتضاعف يوما بعد آخر بالنسبة للمدنيين في البلد، في وجود يعني كثيرين من يطرح أن أي عملية سياسية في الأخير قد تقف إلى أو قد تتطلب تنازلات يقدمها الكثيرون من بينهم أهالي الضحايا، هل سيكون من المقبول لديهم يعني نوع من المساومة مع من قام بقتلهم أو قام بتسبب بهذه الجرائم بحقهم في تعز على سبيل إنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن؟ بالنسبة للضحايا لن يتقبلون إلا أن يتم محاكمة هذه القيادات التي تعطي الأوامر وتقصف المدنيين. هناك فرقا بين المواجهات العسكرية مع حاملي السلاح وبين استهداف المدنيين الآمنين في بيوتهم بدون أي مبرر. ما يجري اليوم يجري هدم المدينة على ساكنيها. العالم صمت أمام حصار مدينة فيها حوالي أكثر من 400,000 نسمة. هذه المدينة محاصرة منذ سنة كاملة حصارا شديد من كافة مداخلها، وبالتالي لم يحرك العالم ساكنا، كأن المسألة لا تعنيهم. هناك أطراف دولية تستغل المسألة لممارسة ابتزاز للمنطقة وللأمن الإقليمي، وأيضا تدفع المنطقة إلى سباق تسلح، وبالتالي وهناك شغل آخر على الحكومة أن تتحرك به، وهذا الشغل يقتضي أن يكون هناك حركة على المستوى الدبلوماسي في السفارات في الخارج، هناك حركة على مستوى الرفض، هناك حركة في النقابات، في غيرها من المؤسسات الأخرى. على المجتمع أن يتحرك بشكل عام، وعلى الحكومة أولا أن تقود هذا التحرك من أجل أن لا تذهب، أن لا يذهب الناس كضحايا بدون ثمن. إذن المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي عبر السكايب الأستاذ البراء شيبان. أستاذ البراء، يعني بالنسبة للمستقبل الآن، كيف يمكن يعني الضغط باتجاه إدانة أوضح بالنسبة لمن يقومون باختراق قوانين ومواثيق حقوق الإنسان بداخل اليمن خصوصا في تعز، وكذلك كيف يمكن العمل أكثر على وقف هذه الحرب بما يعني بمسبباتها التي بدأت بها أساسا؟
طيب هذا السؤال من جزئين، أولاً من ناحية المنظمات الدولية هذا يتطلب جزء يعني تفاعل وتحريك لكل المؤسسات الحكومية في الخارج، تحديداً مثلاً على سبيل المثال إذا كنا نتحدث عن المفوضية فهذا يتطلب تحرك دائم على سبيل المثال من السفارة اليمنية في جنيف، أن تتحرك بشكل دائم كلما يكون هناك انتهاك أو ضحايا مدنيين يتم رصدها من قبل فريق متخصص على الأرض ثم رفعها مباشرة إلى المعنيين والضغط على المفوضية داخل جنيف. التواصل مثلا على سبيل المثال بشكل دائم مع المكتبة المفوضية الموجود داخل اليمن، أو على الأقل القائم بعمل المفوضية في اليمن وغيرها من المنظمات. أنت تتحدث عن كثير من المنظمات، إذا كنا فقط نريد أن نضغط على هذه المنظمات. فيما يتعلق بإنهاء مأساة المدنيين وسكان مدينة تعز، أنا من الناس الذي أعتقد أنه لن تنتهي هذه المأساة حتى تتصرف الحكومة اليمنية بتحرير هذه المحافظة. إذا كان هناك تعويل على استغلال هذه المحافظة لجعلها طريقة للابتزاز السياسي والابتزاز الحقوقي واستنزاف الاستنزاف الحقوقي لميليشيا الحوثي، نحن نذكر أن ميليشيا الحوثي أصلا لا تأبه بهذه بكل قرارات الأمم المتحدة. إذا لم يكن هناك تحرك جاد لدعم المقاومة وإنهاء هذا الحصار وتحرير محافظة مدينة تعز، وهذا حق للدولة للحكومة اليمنية، يجب على الحكومة اليمنية أن تتصرف كدولة لها الحق الحصري في امتلاك القوة وامتلاك السلاح وتنهي معاناة ومأساة المدنيين داخل محافظة تعز، وإلا للأسف الشديد سوف نظل نتباكى من محطة إلى أخرى، من مجزرة إلى أخرى، من مقتلة إلى مقتلة إلى مقتلة أخرى، ونعيد نفس النقاشات مرارا 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 وتكرارا. هذه يعني واجبات على الحكومة اليمنية، إذا لم تصرف بها أنا أعتقد أنه للأسف الشديد سوف تظل قضية تعز قضية عالقة إلى فترة طويلة. طيب بعيدا عن الاستخدامات السياسية لهذه الإدانات، وكذلك بعيدا عن الفشل الذي لربما يعني نراه في الكثير من المجالات لإنصاف الضحايا من المدنيين بداخل اليمن بشكل عام وبداخل تعز بشكل خاص، ما هي الطرق يعني التي الأكثر نجاعة في الضغط على المجتمع الدولي لإحداث تغيير في الفعل أكثر مما هو في القول؟ نعم، أريد أن أذكر المشاهد الكريم بنقطة غاية في الأهمية. الأمم المتحدة الآن في هذه الأيام تعيش أزمة حقيقية، لا تستطيع، ليس لديها أي أدوات للضغط في تغيير أي صراع مسلح يحدث في أي مكان في العالم. على سبيل المثال اليوم كانت هناك حادثة داخل الولايات المتحدة، هذه الحادثة يعني بحد ذاتها قتل فيها 50 شخص، تطغى على كل أخبار المؤسسات الدولية داخل في المجتمع الدولي في الأمم المتحدة كذلك، ويتم إذا كان هناك مثلا على سبيل المثال موعد لمناقشة قضية متعلقة في اليمن، هذا سوف يضيع بسبب ما يحدث اليوم بسبب هذه الحادثة. بالتأكيد، لأنه اليمن الآن للأسف لا ينظر إليها كأولوية، اليمن هي تنظر إليها كأزمة جانبية يتم فيها صراع ما بين دولتين إقليميتين، المملكة العربية السعودية وإيران، وتنتهي المسألة هنا. ليس هناك اهتمام بعد ذلك. من هو المعني الحقيقي في 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 يعني خلينا نطرحها بتعبير أسهل، من هو المعني بحماية المدنيين؟ هي الحكومة اليمنية، ليست الأمم المتحدة وليس المجتمع الدولي. المجتمع الدولي اليوم لا يستطيع أن يحل على سبيل المثال مأساة اللاجئين داخل أوروبا، لا يستطيع أن يحل مأساة الشعب السوري وهو له خمسة أعوام من نزيف الدم. هذه قضايا يجب أن يفهمها المواطن اليمني إذا كنا لازلنا نعول على مؤسسات الأمم المتحدة في حل قضايانا. ما نستطيع أن نستفيد فيه هو أن هذه التقارير ربما تستخدم في المستقبل، ولكن من هو المعني الآن؟ هي الحكومة اليمنية. إذن الأستاذ البراء شيبان الباحث في مجال حقوق الإنسان كنت معنا عبر السكايب من لندن، شكرا جزيلا لك، وهو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات.
في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.